فارس اسكندر شاعر خارج عن المألوف. يا ما بنات اتفوقت عرجال ويا ما الأنوسي مركعة كور. أخذت موقف مع فارس كرم ضد ميريام فارس. مر عليها ذكور، هي وغيرها مر عليها ذكور بلاوي. أنت هون عم تطعن بالشرف. أي شرف منك؟ هذا الشرف اللي ينشرها بشوية دولارات. أنا ماني موافقتك، أنا عندي نظرة مختلفة تماماً. وسط تحت شعار الفن والمثالية في بقلبه كل جاية الكون. هذا الكلام هلا مسيء لجميع الفنانات، من اكبر فنان لاصغر، من اكبر فنان لاصغر فنان، لانه نحن بنعرف بعضنا كثير منيح بالوسط الفني، يعني بدناش نفتح. شو اللي بيضرب اليوم المجتمع؟ كل ما هبط كل ما هبطت الاغاني. كم حفله بتعمل جوليا بطرس بالسنه؟ محمد الهاشم كفيف النظر لكن مبصر. اعطيني يا ربنا ما بقدر اشوف لك لقدام. كتبت موسوعه كل شيء خاصه بكره القدم، ارقام يمكن مش موجوده عند اي حدا. حصان الاسود حيكون يا كرواتيا يا بلجيكا يا الدنمارك.